أحدتم بها، والأصل في العبادة أن تكون أوامر من المعبود يوجهها إلى العالم، وهذه لا أوامر لها، فمن أين أتيتم بهذا؟ إذن فالذي يهدم الألوهية لغير الله قولوا لهم ما منهج هذه الآلهة؟ ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا؟ إله بلا منهج؟ طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها؟ قالت هعمل فيه إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ هعمل فيه إيه؟ إيه الغباء ده؟ ده ظلم أخبية، ده ظلم أخبية. يبقى إذن هذا هو الظلم في الإيه؟ الظلم في القمة. والظلم الآخر أن يكون ظلما فيما شرعت القمة. ربنا قال اعدلهم بالقسطاس وزنه، مد الحقوق لصاحبها، تبقى تيجي دي ايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موضوع، يبقى ده اسمه ظلم تاني. اشنعه ظلم يوجه لنفسك. ظلم يوجه لنفسك. ليه؟ قال لك لان المراد من الظلم انك انت تاخد حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له، لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا، هيفضل الحق هو الامر النائي فيك.